السلام عليكم، معكم اخوكم احمد المبرمج من قناة عراق فوتوشوب. اليوم ان شاء الله راح نشرح لكم المحاضرة السادسة الجزء الثاني، وهي شرح ادوات الابتكال ماركي تول. انا كنت الفظها الابس، هي الابتكال ماركي تول وسنجل رو ماركي تول وسنجل كولوم ماركي تول. زائدين راح نشرح ريفايند ايج اليوم للسلكشن بصورة عامة، وراح اكرر الشرح مالتها ويا الليزا تول ويا الكويك سلكشن تول حتى تقدرون تضبطوها. اتمنى انه تتابعون الدرس، واي استفسارات واي اسئلة حول الدرس تقدرون تطرحوها في التعليقات حتى اجاوبكم عليها. راح نبدي، يكونوا معايا. نفتح مشروع جديد كالعادة. اوكي، نفتح صورة، نرجع للصورة اللي كنا نشتغل عليها في ذاك الدرس السابق. نستخدم نضغط بالكليك رايت، نختار الابتكال ماركي تول واختصارها من الكيبورد M، ونختار دائرة بهالشكل. ما راح تختلف كثيرا عن الشرح السابق بالمحاضرة السابقة. راح اشرح شرح اللي ما شرحته الفاردر. اذا سوينا على الدائرة سوينا كنترول J، راح نروح على اللاير نشوف اللاير بس شكل دائري، ما راح يختلف شيء. يعني احنا حاليا ما راح نشرح اكثر من اللي شرحته بالمحاضرة السابقة، فقط انه الشكل تقدر تسوي بيضوي ودائري، واذا تريد دائرة منتظمة تقدر تدوس شيفت من الكيبورد وتسحب، راح يظهر لك دائرة بهالشكل، وتقول له كنترول J بهالشكل راح تطلع لك عندك دائرة منتظمة. اكثر الشرح راح يكون بهالمحاضرة على الريفايند ايج حتى تقدرون تضبطوها، لانه هواي خيارات تحتوي. الفرق مثل ما شفنا، بس الفرق الشكل انه ريكتانجل ماركي تول هي مستطيلة، والابتكال ماركي تول هي دائرية، ما راح تفرق شيء. والسنجل رو سنجل كولوم ماركي تول يختلف بس ياخذ قطع، مثلا تختاره من الاداه مالته وتضغط راح يختار لك هذا الشريط مثل ما تشوفون، يعني بيكسل على طول على عرض التصميم راح ياخذ لك بيكسل واحد. اذا قلت له كنترول J طبعا ما راح يبين الا لما نسوي زوم هذا القطع بهالشكل، تقدر تقطع التصميم الى اكثر مثلا بهالشكل، وتدوس شيفت وتضغط اذا تريد اكثر من مكان تضغط شيفت بهالشكل، ونضغط فاردر مثلا ريده فد 50 بهالشكل، ما راح يقبل لانه هو بكسل واحد، يعني ما راح يقدر ياخذ لك اكثر من بيكسل، ما راح يقدر يسوي لك فاردر على التصميم. لكن نجرب بهالشكل ونقول له كنترول فاردر، نقول له 50 وما راح يقبل. راح اعيد الخطوة بس تأكد لكم على ناخذ فاردر 10 بهالشكل، همينة ما راح يقبل لأن هو قلت لك بكسل واحد دا ياخذ دا يقطع بكسل واحد أو دا يحدد. تقدر تقول لك كنترول J مباشرة، راح نجي نشوف هاي الخطوط مثل ما تشوفوها، يعني فقط للقطع بهالشكل. مثلا
هالشكل، نعطي اوفر لي مثل ما تشوفون صارت هيك خطوط، يعني تقدر تستخدمها بعض الاحيان بتصاميم معينة. نمسح، والكولوم اللي هو العكس بهالشكل ما راح يفرق شي يعني عن ال ما راح يفرق شي عن التحديد الباقي. مثلا نجي نكمل بهالشكل، كنترول جي، راح نجي نشوف القطع شلون صار. اذا نقدر نقول له اوفرلي كلر مود مثل ما يشوفون كأنه الصورة مقطعة صارت. يعني هيك استخدامات بسيطة. ننتقل الى الرفايند ايج ويا الابتكال ماركي تول، وراح نستخدمها ويا الليزا تول والماجنتيك ليزا تول ويا الكوك سيلكشن ويا الماجيك، كلها راح نستخدم وياها الرفايند ايج ونعرف شنو خصائصه. حتى ويا الريكتانجل ماركي تول راح نقدر نستخدمه. مثلا أنا حددت هاي الدائرة، ما راح أقول لك كنترول جي، راح أدوس ريفايند ايج يا أما من هاي الأيقونة يا أما ندوس كليك ونقول ريفايند ايج، راح تطلع لنا هاي اللوحة. لازم تتعلمون هاي اللوحة شنو معناتها، نلغيها ونقول ريفايند ايج من هاي الأيقونة الفوق. نفس الحالة عندك فيو وشو روديوز وشو اوريجينال وسمارت روديوز وروديوز وسموث وفاردر وكونتنتس وشيفت ايج، وعندك اوتبوت تو لاير ماسك لاير نيو لاير لاير وذ لاير ماسك نيو دوكيومنت نيو دوكيومنت وذ لاير ماسك. يعني هواية شرح حول التحديد. اذا نجي اول شيء على on white يعني على الابيض، on layer راح يشوفون اياها لما ننقصها بلاير شفاف، black white يطلع لك الابيض يعني يطلع لك السلكشن التحديد مالتك على على الابيض والاسود، وريفيل layer راح يطلع لك اياها بهالشكل. لكن يعني ما تقدر تشوف التحديد الا بعد القص، يعني او تقول له اوفرلي يعني يطلع لك القص مالتك على شكل لاير مندمج او ماتشنج اللي هو يطلع لك السلكشن العادي، او اون وايت مثل ما موجود هو حاليا. ما راح تفرق شيء هذا الفيو، يعني راح يكون شغلك احترافي بالكوك سيلكشن تول. يلا راح تقدر تعرف كل وحده منها شلون تستخدمهن. الشورديوس ما راح يطلع لك شيء لانه احنا مشتغلين بالابتكال، يعني شلون نقول السيلكشن الهندسي او التحديد الهندسي، اما دار اما مربع فما راح يطلع لنا شي شو روديوس يعني القص شلون نقول شلون احنا نقول التحديد الخطي. شو اورجينال همين ما راح نقدر نشوف شي. هذني خياراتهن ويا الكوك سيلكشن تول. نجي هنا اذا نقول له سمارت روديوس ونختار روديوس، انتبهوا على الحافة، انتبهوا وياي شوفوا شلون تغيرت، طلع الشعر بهالشكل والوجه كامل وتغيرت شكل الدائرة. شوفوا يعني التحديد صار اكثر دقة، طلعنا اكثر معلومات من خلال الراديوس. شوفوا هنا شلون شكله، وشوفوا هنا شلون يصير. طبعا كل مصمم هو بعد من يتعلم الخطوات الاولى او الاساسيات للادوات مال فوتوشوب يقدر بعد يسوي الخيارات، يعني شوفوا بعد يعني شنو اللي حدده يريده من التصميم، ويقدر يختار ايش قد مثلا راديوس
هذا التحديد. الراديوس هو شوفوا الدائرة شلون حادة وسواها هالشكل. شوفوا السموث، السموث ما راح يبين عندك شيء الا اذا راديوس موجودة وتسوي سموث. شوفوا شلون صارت هالشكل، اذا رجعها راح يطلع لنا التفاصيل اكثر. السموث معناها يسوي بلور على الصورة، يعني مثل الضبابية يسوي الصورة مثل ما تشوفون. يعني نقدر نقرب بالزوم، نختار ايد، نختار الايد بشكل، شوفوا الشعر ويا السموث التفاصيل حتى بين لكم. طبعا الفاردر ما يحتاج احكي عنها، يعني ما راح احتاج احكي عنها لانه استخدمناها ويا الاداة. بس شوفوا التأثير مالتها شلون صار تأثيرها. شتتنا الحافة هالشكل، وكونتاست اللي هو يحددنا عكس الفاردر، شوف يحددنا التصميم كمل لنا اياه. اذا نقول رجعناها دائرة بهالشكل، اختفت لانه هسه نرجع على شيفت ايج. شيفت ايج صفر، اذا بالزائد يعني بالزائد فراح ياخذ من المحيط الخارجي للتحديد مالتنا، اذا بالناقص راح ياخذ من المحيط الداخلي. يعني اذا كانت دائرة راح يبدي ياخذ من داخل الدائرة من الانسايد، اما اذا بالزائد راح يبدي ياخذ من الخارج مثل ما تشوفون. التأثير مال ريفاين ايج الخيار اللي هو شيفت ايج بهالشكل. هسه تعلمنا انه ويا الابتكال انه الراديوس اللي هي تاخذ لنا الشكل الشفاف او تاخذ لنا جزء من الشكل. نقول هنا أنا صفر الشكل، وصارت عندنا التحديد مو دائرة بهالشكل. اتمنى انه استفاديتوا بهذا الدرس، واتمنى انه تسوون سبسكرايب للقناة وشير للفيديو. كان معكم اخوكم احمد.